الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم أن نلقاه. ويصبح الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة من حلقات برنامج الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مع اسم من أسماء الله ووجه من إعجاز الله عز وجل في أسمائه الحسنى، مع اسم الله المقسط، مع اسم الله المقسط. ولنا فيه وقفات، ما معنى اسم الله عز وجل المقسط، وكيف يتحقق القسط من الله ومنا نحن مع الناس ومع الله عز وجل، وهل هناك فرق بين المقسط وبين القسط وبين القاسط؟ وقد ذكر اسم الله المقسط في القرآن الكريم مرة على لسان الله أو تعبيرا عن الله عز وجل، ومرة عن صنف من صفاته يرميهم في جهنم، كما قال سبحانه: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما إننا نقول إذا قصد الإنسان فعدل، يبقى المعنى الأول لمعنى المقسط بالقصد وهو العدل، والقصد هو المنتصف بين شيئين، قسط بين أن الإنسان يكون عادلا ويتعدى العدل، وبين أن يجور. فنقول إنسان إذا عدل هذا إنسان قد قصد في حكمه، أما إذا ظلم وجار وتعدى فنقول أن هذا الإنسان إنسان مقسط، أي إنسان ظالم. سبحان الله، اسم جمع بين النقيضين. دخل رجل على الحجاج، والحجاج كما نعلم كان يلقب بالسفاح، دخل عليه وقال له: لماذا أنت مقسط عادل؟ لماذا أنت مقسط عادل؟ فظن الجمع الذي حول الحجاج أن هذا الرجل يمدح ويقول فيه مدحا، فقال لهم الحجاج: والله إن هذا الرجل يذمني ولا يمدحني. قالوا: كيف ذلك؟ قال: أما أنه يقسط بأنني مقسط، فيقصد أنني ظالم وجائر، أما أنني ظالم بقوله مقسط فهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ويقصد بأنني عادل، أي أنني والعياذ بالله قد كفرت، والعياذ بالله، إن الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا عن الحق إلى الجور، وعن الإيمان إلى الكفر، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ويقول الله عز وجل عن هذا الاسم: يشهد له ويشهد لملائكته وعباده الصالحين، شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط، قائما بالقسط. فالله عز وجل يقسط بين عباده، وقد جعل مهمة الرسل هذه المهمة، أن يعلموا الناس القسط، القسط في عقيدتهم، في معاملتهم مع الناس، في معاملة بعضهم البعض مع أهليهم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. لماذا؟ وأنزلنا معهم الكتاب لماذا يا الله؟ ليعيش الناس بالقسط،
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فالقسط يكون هو منهجهم في هذه الدنيا. لذلك قارن الله عز وجل بين القسط وبين العدل، حتى قال العلماء أن القسط هو العدل والعدل هو القسط، بل إن القسط أعلى درجة من العدل. ولذلك يصف الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عن الأمراء والحكام والملوك العدول المقسطين. وربما يتساءل الإنسان هل لا يدخل في هذه الصفة غير الأمراء والحكام والوزراء؟ لا، أقول كلنا أمراء، كلنا حكام، كلنا ملوك في أماكننا. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما الإنسان إذا ملك وإذا أمر وأصبح أميرا وعدل مع شعبه مع أمته، يقول صلى الله عليه وسلم عن ذلك: إن المقسطين في الدنيا الذين عدلوا في هذه الدنيا، الذين تولوا مناصب ولم يسرقوا شعبهم ولم يفشوا فيهم الأمراض والأوجاع والفقر وغيره، إن المقسطين في الدنيا على منابر. تصور هذه المنابر ليست كمنبر بالذي خلفي من خشب أو مصنوع من خشب الأبانوس أو غيره، بل على منابر من نور. وليست هذه المنابر في الدنيا، بل إن هذه المنابر جعلت في الآخرة. إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة، الله أكبر، بين يدي الرحمن. هذا حديث رواه الإمام مسلم: إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن يوم القيامة. نسأل الله عز وجل لنا وإياكم أن يجعلنا من الذين يجلسون على هذه المنابر في الآخرة. بل إن الذي يقسط في هذه الدنيا يصبح عادل مع نفسه، مع أولاده، مع زوجته، مع من تحته، مع من حتى حوله، الله عز وجل يحبهم. فهل يا أخي، هل يا أخي، هل تحبين أن الله يحبك؟ هل تريد أن الله عز وجل يتغمدك برحمته؟ كن من المقسطين، إن الله يحب المقسطين، يحبهم، يقربهم. وهل هناك شيء أعظم من أن الله يحبك ويرضى عنك في الدنيا والآخرة؟ اللهم اجعلنا من أحبابك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. بل إذا قامت القيامة وجيء بجهنم تقاد، ونصبت جهنم وعليها نصب الصراط، والشمس قد أدنيت، وجهنم تنادي: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ والكل يقول والكل يقول: نفسي 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 نفسي. إلا أن هناك طائفة تبتعد عن ذلك كله، تجلس تحت ظل عرش الرحمن، منهم المقسطون في هذه الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره، يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم الإمام العادل، الإمام الذي عادل في هذه الدنيا، الإنسان الذي كان قاسطا في هذه الدنيا، مقسط في هذه الدنيا، يعدل بين أهله، بين رعيته. بل يصف النبي صلى الله عليه وسلم ويحث الناس على أن يوقروا من كان قاسطا من الأمراء. فقد جاء في حديث عن ابن عباس وغيره، يقول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث مرفوع عن مالك، يقول: وقروا السلطان المقسط. إذا كان إنسان سلطانا في قومه وأقسط، فيجب على الرعية أن توقره وأن تحترمه وأن ترعاه. والعكس أو الشيء بالشيء يعرف، والنقيض بالنقيض يعرف. إذا كان إنسانا هناك ظالما لمن يتعاطف مع هذا المخلوع وغيره، الذي سرق شعبه وباع أرضه وحطم شبابه، هل له توقير؟ هل له هذا الأمر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: وقروا ثلاثا: صاحب الشيبة في الإسلام، الإنسان الذي كبر وطعن في السن مسلم،
والسلطان المقسط وحامل القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم صاحب العلم، هؤلاء هم الذين يجب أن نوقرهم في هذه الدنيا، السلطان المقسط العادل في هذه الدنيا. بل يقول صلى الله عليه وسلم، وتساءل كثير، لماذا لا يدعو الله، أو لماذا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ هل يا أخي الكريم دعوت الله مرة وأنت تعدل بين إخوانك في أهلك مع من ترعاهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الإمام العادل. الإمام العادل، وكلنا أئمة في أماكننا، في بيوتنا، في مجتمعاتنا. إن كنا عادلين في أهلينا فإن الله عز وجل تبارك وتعالى اسمه سوف يستجيب لنا. بل ربما يتساءل إنسان، أكبر أمنية في هذه الدنيا ما هي؟ ليست أكبر أمنية أن يعيش الإنسان في منصب كبير أو في بيت متسع وعنده الأولاد وغيره، بل أكبر أمنية في هذه الحياة أن نموت والله عز وجل راض عنا. فإذا متنا كنا من أهل الجنة. إذا أردت أن تكون من أهل الجنة فالتزم وكن من المقسطين. فيقول صلى الله عليه وسلم، يقول أهل الجنة ثلاثا وذو سلطان مقسط. الله، إذا طبقنا هذا المعنى في حياتنا فأصبحنا من المقسطين، كنا من أهل الجنة، كنا من أهل الجنة. لأننا إذا ابتعدنا عن هذا المعنى وعن هذه الصفة وعن هذا الاسم الذي لقب الله عز وجل به نفسه، كان مصيرنا النار والعياذ بالله. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين لا يقسطون والذين لا يعدلون في هذه الدنيا، فيقول صلى الله عليه وسلم داعيا، اللهم من ولي من أمر أمتي فشق عليهم فاشقق عليه. فشق عليه يا الله من ولي من أمر أمتي شيئا، من كان مديرا أو رئيسا لقسم أو محافظا أو وزيرا أو رئيسا أو أميرا أو أقل أو أكثر، فشق على هذه الأمة فإن الله سوف يشق عليه. ومن ولي من أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم اجعلنا من الذين يرفقون بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارفق بنا يا الله في الدنيا والآخرة. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. بل انظروا إلى الذين يرتكبون هذه الآثام ولا ينظرون إلى عواقبها الوخيمة، لا يقسطون في الدنيا ولا يعدلون. الإمام الشافعي رحمه الله ذات يوم وهو في الكعبة يطوف، إذا به يرى رجلا ماسك بأستار الكعبة يقول، يا الله، يا من يغفر الذنوب جميعا، اغفر ذنبي ولا أراك تغفر ذنبي. سبحان الله، كلام عجيب، كلام غريب، رجل يقول يا الله يا من يغفر الذنوب جميعا اغفر ذنبي ولا أراك تغفر ذنبي. فيقول له الإمام الشافعي، ويحك أيها الرجل، ما هذا الكلام العجيب الغريب؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال له أيها الرجل، إنك لا تدري ماذا فعلت وما هو ذنبي. فقال له، وما هو ذنبك الذي يعجز الله على أن يغفره وهو غافر لكل الذنوب؟ قال، قد كنت جنديا من جنود الأمير، وخرجت لدرء فتنة، ناس عاملين فتنة في مكان، فخرجنا لنسكت هذه الفتنة وحاصرنا المكان. فدخلت أحد البيوت فوجدت في هذا البيت رجلا مع زوجته وطفليه، فقلت لهم، اعطوني ما عندكم من المال، فاعطوني مالا قليلا، فإذا بي أقتل الرجل. وأقول لهم، اعطوني ما عندكم من المال، فأخرجت المرأة بعضا من مالها، فقلت لها، اعطيني وإلا قتلت هؤلاء الأولاد، فقتلت ولدا من أولادها، فأخرجت لي صفحة من ذهب، صحيفة من ذهب. فخرجت أبكي وقلت،
قتلت الرجل وقتلت الطفل من أجل الحصول على هذه الصحيفة من الذهب، والله لا أظن أن الله يغفر لي، والله لا أظن أن الله يغفر لي. سبحان الله، كيف لم يعدل هذا الرجل؟ خرج من أجل درء الفتنة يقتل الناس، خرج من أجل أنه يريد أن ينهي هذه الفتنة، فإذا به يقتل الرجل ويقتل طفلا صغيرا ليس له ذنب في هذه الدنيا من أجل الحصول على قطعة من الذهب. يقول: اللهم اغفر ذنبي ولا أراك غافرا لذنبي. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا عندما نتولى أمر من الأمور ونكون على رأس هذا الأمر، على رأس ولاية للمسلمين، ثم لا نعدل. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أمير لعشرة فما فوق، رجل أو امرأة تولوا امرة لعشرة فما فوق أكثر من هذا، ثم لم يجهد نفسه لهذا إلا وجيء يوم القيامة مغللا بالأغلال يده عند عنقه ويحاكم في هذا، فإن اجتهد وأقسط وكان عاديا نجا، وإلا كان من أهل النار والعياذ بالله. يعني كده حيغال يوم القيامة. إذن فالمتنافسون على الزعامة، والمتنافسون على الأمارة، والمتنافسون على أن يتصدروا الأمر العام، هذا يريد أن يكون عضوا في مجلس الشعب، وهذا في مجلس الشورى، وهذا رئيسا للجمهورية. احذروا احذروا لتصح نياتكم، ليس الأمر تشريف بل إنه تكليف. ما من امرؤ كان واليا على عشرة فما فوق إلا جاء يوم القيامة وهو مغلل بالأغلال، فإما أن ينجو، وإما أن يكون من أهل النار، وإما أن يكون من أهل النار. فنحذر هذا الأمر جيدا. بل يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل العبد من استرعاه الله رعية ولم ينصح لها ويجهد لها إلا دخل النار والعياذ بالله، حرم عليه الجنة. هذا هو نص الحديث: من استرعاه الله رعية فلم ينصح لها ولم يجهد لها إلا حرم عليه الجنة. ليست الإمارة وليست الزعامة من أجل السلطة ومن أجل الشهوة، من أجل أن يقول فلان رئيس للدولة الفلانية، أو فلان وزير، أو فلان عضو كذا، أو فلان محافظ، أو فلان كذا وكذا. أنت ستكون يوم القيامة حجة عليك هذه المناصب، فلنتق الله عز وجل. ولكن كيف نحقق ذلك؟ كيف نصبح من المقسطين في هذه الدنيا العدول؟ أولا، إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل، وإذا حكمت فاحكم بالقسط، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. ثانيا، إذا كان هناك أمر فيه بالميزان، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، وأوفوا الكيل إذا كلتم، عندما يكون هناك بيع وشراء لا نبخس الناس أشياءهم، بل نكون كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا جل وعلا: وزنوا بالقسطاس المستقيم، وأوفوا الناس. كذلك أن نرضي المظلوم في الدنيا، وأن نعدل معه قبل أن يأتي يوم القيامة والله عز وجل يأخذ من حسناتنا فتضاف إلى حسناته، فإذا فنيت حسناتنا أخذت من سيئاته فطرحت على سيئاتنا ثم طرحنا في النار. يا أحباب، من أسماء الله المقسط، نسأل الله عز وجل أن نكون من المقسطين في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين، اجعلنا من عبادك المقسطين في الدنيا أهل العدل وأهل الإقساط في الدنيا والآخرة. اللهم آمين رب العالمين. أقول قولي هذا، ولن لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.